إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخواني في الله، فمع تبويب جديد من تبويبات الإمام النووي نعيش في هذا الصباح بمشيئة الله عز وجل، وهو باب في كراهة المدح في الوجه، باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه، وجوازه لمن أمن ذلك في حقه. إخواني في الله، موضوع المدح موضوع دقيق، وينبغي لنا أن نتعامل معه بفقه سهل واضح، وهو أن الشرع لم يأمرك ولم يحثك أن تمدح عباد الله، وبالتالي أقل ما يقال لك أنت عندما تتركه لم تترك واجبا. الأمر الثاني أنك إذا فعلته فإنك إما أن تقع في محذور وإما أن تقع في المباح ليس أكثر. وعلي فعلى جميع الأحوال حاول أن تبتعد عن المدح، أن تمدح غيرك. والمدح إخواني في الله إذا كان من الأستاذ لتلميذه فهذا من باب التشجيع، وإلا فإن هذا التلميذ يخشى عليه الفتنة. ومرة كنت مع شيخي وأستاذي علي الحلبي رحمه الله، وكان قد ذكر أحدهم بأنه صاحب همة وصاحب قدرات عقلية بفضل الله وإقبال على العلم، ويأمل منه أن يصبح طالب علم مميز، أن يصبح طالب علم مميز مميز ومميز. ثم إذ بعد أيام يجمعني مجلس مع هذا الأخ، وأنا لا أعرفه سابقا، فعندما حصل اللقاء فقلت: يا شيخ، أتقصد هذا الأخ هو الذي مدحته؟ قال: يا سفيان، متى مدحت أنا؟ هو لم ينكر لكن وجه لي سؤال. ثم بعد ذلك فهمت، فعندما ذهب الأخ قال: يا سفيان، كدت أن تفتنه. قلت: أنا أسأل عن حسن نية، كيف؟ قال: لأنه هذا الشاب الناشئ إذا وجد من يمدحه فربما يتسبب ذلك أن يتكاسل وأن يتراجع وأن ينفخ فيه الشيطان، بحيث يقنعه أنك في حالك الحالي أنت متقدم، فبالتالي لا داعي أن تتقدم. قلت: جزاك الله خيرا، لم يعني يخطر في بالي هذا، حسبتك مادحا مستمرا، ولكن استفدت منك الآن أن المدح في الخفاء غير المدح في العيان أمام الشخص. وعلي فإذا كان هذا المدح يشجع الشخص الذي أمامك فامدحه، مثل الأستاذ مع التلميذ عندما يقول له أحسنت، عندما يقول له نعم التلميذ أنت، عندما يقول له أنت تلميذ نجيب. وتكون هذه العبارات للتشجيع، فعندها يقول الأستاذ لتلميذه، وكذلك التلميذ في حق شيخه ربما يمدح ولكن في صورة ضيقة أكثر. والسبب أن الشيخ أو الأستاذ يكون صاحب همة في العادة عالية، ولا يحتاج إلى أحد أن يمدحه ولا أن يثني عليه،
عندها متى يكون المدح؟ عندما مثلا في أصعب الظروف، عندما يتخلى التلاميذ بسبب الانشغال بالدنيا، أو عندما يرى أنه يشرح ولا هناك فهم جيد له، فيقال له: أيها الشيخ جزاك الله خيرا على تدريسك، ونسأل الله أن يرزقك تلاميذ خيرا منا، وأن يفهموا منك، وأن ينقلوا علمك، وهكذا. فبالتالي أحبائي في الله، حتى المدح في هذه الحالة يكون في صورة الدعاء. المسألة الأخرى إخواني في الله، وهي المدح المتعلق بتقوى الله. فإذا كان أمامك شخص تراه على ديانة واستقامة واستجابة لشرع الله، فالأفضل ألا تمدحه أيضا. وإذا كان لابد أن تمدح، فلا بد أن تقول له: نحسبك ولا نزكيك على الله، نحسبك. وكلمة نحسبك فيها ملحظ مهم. من يعرف ما هو الملحظ المهم في قوله نحسبك؟ الملحظ أنني فقط أنا البشر أحكم بحدود علمي، وبالتالي أنا لازم أنك على أهل ديانة واستقامة. لذا قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إذا شخص أمامك فقط قل: نحسبك والله حسيبك، نحسبك ولا نزكيك على الله. إذا هذه مسألة مهمة فيما يتعلق بالمدح المتعلق بتقوى الله. الأمر الآخر، حتى في هذه الصورة قد يحتاج الشخص أن يمدح في صور لكي يشجع. مثلا شخص على وشك الموت، وبالتالي في مثل هذا المقام تمدحه حتى يحسن الظن بالله، فتقول له: يا فلان، ما علمناك إلا بارا بوالديك، ما علمناك إلا من أهل المساجد، ما علمناك إلا من طلبة العلم، ما علمناك إلا من العلماء الربانيين المعلمين المصلحين الحريصين، وهكذا. لكن هذا المدح ما هو حاله؟ حال الشخص الذي يوشك على الموت حتى يحسن الظن وتذكره بحسن الظن بربه جل في علاه. ومع ذلك تقول: نحسبك ولا نزكيك على الله. إذا رجعنا إلى الشيء المهم، وهو أن المدح الأصل ألا يكون. ولكن للأسف بعض الناس يجعل في كل شيء مدحا. الأصل عنده في تعامله مع غيره المدح والثناء، وهي ما يسميه البعض في هذا الزمان بالمجاملات. ولكن هذه المجاملات أولا إذا كانت على حساب دين الله وفي أمر الله لا يجوز. فأن تمدح شخصا لأشياء دينية، فقلنا الأصل البعد. اثنين، أن هذا الشخص ربما لا يكون صاحب ديانة واستقامة، ومع ذلك تبدأ بمدحه وبالثناء عليه، فهنا أنت إيش؟ تخالف الشرع وتخالف المقاييس التي حث عليها الشرع. بل إن بعضهم يتجرأ فيمدح من عنده معصية ظاهرة ويبدأ يقول: نحسبك ولا نزكيك على الله. كيف تمدحه؟ هذا إنسان حليق. نعم، حلق اللحية حرام وهي معصية ظاهرة، كيف تقول له: نحسبك ولا نزكيك على الله والله حسيبك ونراك من أهل التقوى؟ التقوى يا عم. هذا شخص عنده معصية لله ظاهرة، أو شخص يتعامل بالربا وهذا شيء أشد، يشتري سيارة عن طريق البنك، يشتري شقة عن طريق البنك، وهو من أهل المساجد ومن أهل العمرة وأهل الحج، تقول له: نحسبك والله حسيبك. طب هذا من أهل الكبائر،
من أهل الكبائر يأكل الربا أو يؤكل الربا. وبالتالي إخواني في الله احذروا من المدح. النقطة الأخيرة إخواني في الله أن هؤلاء المداومين على المدح كيف نتعامل معهم؟ نتعامل معهم بتطبيق سنة للأسف لم نطبقها ولا مرة في حياتنا، وهي أن تحمل التراب وتحثو في وجهه. انظر إلى هذه السنة الضائعة، فكلما لقيك يبدأ بمدحك. استفدنا منك يا شيخ، احنا تعلمنا منك يا شيخ، احنا عرفنا تقوى الله. يا رجل اتق الله، انت تذبحني، انت تقتلني، انت تقتلني. طب تسمح لي اطبق سنة معك؟ اتفضل، تعال امسك تراب وايه واحثو في وجهه. وبعض الناس لو اردت ان تطبق معه هذه السنة تحتاج الى ترك، تحتاج الى تريلا تراب، من كثر ما عنده مدح. ينتقل يمدحك، يمدحك، يمدحك. طب ليه؟ لما هذا الاسلوب؟ هذا اسلوب يجعل الذي امامه يرضى عنه ويستميله، وبالتالي ينفذ طلباته، وهذا على حساب شرع الله وعلى حساب دين الله. الملاحظة الأخرى، هذا يختلف عن موضوع مدح الزوجة، فمدح الزوجة موضوع آخر وليس له صلة بمسائل التقوى والديانة والاستجابة، وإنما هو متعلق بقوام الحياة. لذا الشرع أجاز لك الكذب على الزوجة لتدوم الحياة الأسرية. فالزوجة إخواني في الله المدح بالنسبة إليها هو بمثابة البنزين للسيارة. تريد سيارة أن تعمل وتمشي، ماذا تجعل فيها؟ إيش؟ بنزينا. تريد زوجة أن تمشي معك وتتأقلم معك ولا تسبب لك المشاكل، ماذا مطالب أنت بماذا؟ بالمدح المستمر. وعفوا، سواء المدح في جسدها من ساسها إلى رأسها تمدحه. اثنين، مدح الأشياء التي تعدها، إذا أعددت طعاما فعليك بماذا؟ بمدحه. إذا غسلت غسيلا فعليك بمدحه. إذا أعدت كاسة شاي، مجرد كوباية شاي، أنت مطالب بماذا؟ بمدحه. فهذا يسبب دوام حسن العشرة بين الزوجين. ويا جماعة، المرأة قائمة على العاطفة بعكس الرجل، عنده عاطفة وعقلانية. وبعض الرجال لا عاطفة ولا عقلانية، هذا موضوع آخر ملناش فيهم، هذول وضعهم صعب. لكن نتكلم بشكل عام، الرجل يجمع بين العاطفة والعقلانية، وبالتالي يوازن بين العقل والعاطفة، بينما المرأة الغالب عليها ماذا؟ العاطفة. الغالب عليها ماذا؟ العاطفة. وبالتالي بما أن الغالب عليها العاطفة، فستجد مشكلة تواجهك في التعامل معها. ما هو؟ من يعرف؟ بما أن المرأة قائمة على العاطفة، هناك مشكلة واحدة سوف تواجهك مهما كانت المرأة، سواء كانت أهل ديانة، استقامة، ما في ديانة، فهمانة مش فهمانة، عربية أعجمية، كله في شغلة واحدة راح تواجهها مع المرأة. ما هي؟ ما هي؟
ما هي؟ غيره. احسنت، انها امرأة حساسة، وبالتالي المرأة مهما قلبتها ومهما ربيتها ومهما اعددتها فلا بد ان تعلم انها سوف تبقى حساسة. ومعنى حساسة، ما معنى حساسة في هذا السياق الذي ذكرناه؟ من يجيب؟ تفضل. تتأثر بالكلمة بسرعة. أحسن من هيك. ربما إن تركت مدحها تتأثر من غيرك. أحسن من هيك. بتدمع بسرعة. أنتوا كل اللي حكيتيه صحيح، بس في شيء شوف، أن المرأة لا تتقبل النقد. انتبه، زوجتك ربما تقول لك أنا أتقبل النقد البناء، هذا كلام إيش؟ فارغ. قد تكون عندك بنت تقول لك يا أبتي أنا أتقبل النقد البناء، هذا كلام فقط للرجال. ليش؟ لانه عنده ايش؟ عقل وعاطف. هذا اذا عنده عقل هذا الرجل على كل حال، فيتقبل النقد البناء. بينما المرأة لا تتقبل النقد لا من قريب ولا من بعيد، لا من ابيها ولا من امها ولا من اختها ولا من زوجها. طب شو الحل؟ الحل نسمع منكم، ما هو الحل حتى نصوب أخطاءها؟ نثني عليها بشيء تتصل فيه. نثني عليها، احنا عندها خطأ، كيف نريد أن نعالج هذا الخطأ وهي لا تتقبل النقد؟ ها ذكرنا هذا إن كنتم تذكرون. نمدح مع النقد. نعم، نمدح نخلط المدح بالنقد. فمثلا قلنا لكم قدمت لك كاسة شاي فيها ملح، هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ متفق عليه. إذا قلت لها حطيت ملح على الشاي أنت كذبت؟ لا. أنت أخطأت؟ لا، لكنك آذيتها الآن. إيه؟ هيك المرأة حساسة ولا تتقبل ايش؟ النقد. طب شو الحل؟ ما ألذ هالشاي لو ما في ملح. ها شو صار؟ مدح مع تحذير من ايش؟ من الخطأ. فزوجتك ما صحيت على الفجر، ما أجمل التعامل معك ونحسبك ولا نزكيك على الله لو أنك صليت الفجر. شوف كيف العبارة. أما أن تعنفها وأن تنفر فيها فهذا خطأ في السلوك، لكن يحتاج منك حتى تطبق هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى شيء مهم، شيء مهم. واحد، وأهم شيء، أهم شيء حتى تستطيع أن تؤدي هذا العمل بعدما علمناك صار عندك فقه في المسألة، شيء مهم جدا وهو أحسنت الهدوء. بده يكون عندك صبر. إذا عندك هدوء بتستطيع أنك إيش؟ تنفذ هاي القواعد في التعامل مع المرأة. فلذا أفشل زوج هو مين؟ العصبي. أفشل زوج مين؟ العصبي. لما؟ لن يكون عنده إيش؟ صبرة، ما عنده صبر، وبالتالي دائما إيش؟ معصب، دائما معصب. هذا أفشل زوج. أنت تتعامل مع ماذا؟ مع حساسة، مع عاطفة. ولذا أفشل زوج
اللي بقول لزوجته تعال نتناقش، هذا شو فاشل على الاخر، لان المرأة لا تناقش وانما تعلم. في فرق بين تناقش وايش تعلم، وتعلم ب المدح المخلوط بالعاطفة. غير هيك انت رجل فاشل، انت رجل فاشل. فشو انسب شيء اذا شفت خطر عند زوجتك؟ واحد الصبر، وبالتالي ان تبقى هادئا. اثنين المدح المخلوط ببيان الخطأ. ثلاث لا تستعجل النتيجة لأن هذا الخطأ سيتكرر. يعني الصبح كسرة سوت لك شاي بملح، المساء بتسوي لك عصير بملح. الصبح سوت لك ايش؟ شاي بملح، المساء عصير بملح. احنا بنحكي مثلا، هي لا بجوز لا تساوي شاي بملح ولا عصير بملح، لكن قصدي خطأ صباحي وخطأ مسائي وخطأ بعد الظهر. مش روحت انت من الشغل ترتاح برضو في كمان ايش خطأ. فبالتالي شو الحل؟ دارها تعيش بها، دارها تعيش بها. واخواني في الله ايضا لا ننسى اشياء مهمة جدا عند المرأة، وهي وجود الحيض ووجود الدم. نزول الدم يسبب لها مزاج ماذا؟ واحد متقلب، فالمرأة بسهولة تتقلب. يعني انت تصور حضرتك الان قاعد معاي واحد ضربك موس وبتنزف قاعد، انت احضر الدرس وانت ايش بتنزف، شو بصير تقول لي؟ والله عقلي يا شيخ في ايش؟ في الموس، في الجرح اللي بنزل مني. وهي نفس الاشي جرح، بتكون قاعدة بتنزل دم مجروحة، وبالتالي شو مطالبين احنا؟ نتعامل مع جريح، وعلي استيعابها راح يكون ايش؟ ضعيف. اخطاها ماذا؟ كثيرة. وقبل الجرح شو بصير؟ الام، الام البطن والام الظهر. فبالتالي يا جماعة رفقا بالقوارير. وأنجح رجل الذي يمسك امرأته من أذنها فيسير بها إلى ما يحبان، وهي تتلذذ بمسكه إياها من أذنها تتلذذ. الشخص الفاشل الذي يمسك زوجته من أذنها وهي تتألم وتغضب. وعليه يا جماعة شوف حالك مع الناس، شوف عباراتك، ابتساماتك، حياتك، بكفي. فالمدح في حق الزوجة يختلف عن كل الأشياء التي ذكرنا. فالآن نسمع الآن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من مدح الشخص لأخيه. لا تمدح. يلا يا أحمد. عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدح، فقال: أهلكتم ويطريه في المدحة، ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. نعم، لما أهلكه؟ لما أهلكه؟ واحد حس المدح هلاك. ليش؟ لما المدح هلاك؟ نعم، أن هذا من أسباب الفتنة يا جماعة. فحقيقة سألت أحد المشايخ مرة: يا شيخ فلان ساعدك في تحقيق كتاب، فلما لم تنزل اسمه على الكتاب؟ قال: أخشى عليه أن يفتن.
فحتى انه ينزل اسمه على الكتاب يصير يعتبر حاله انه صار ايش؟ صار شيخا، صار عالما او ما شابه. وهو عبارة عن مساعد. المساعد غير منشئ الكتاب. فاذا بعض الناس اذا مدح سبب له المدح ماذا؟ فتنة. اثنين، اذا هذا يخشى ان يفتن. اثنين، فكر حاله احسن واحد هو هذا. اثنين، اثنين شو ما حكينا. تفضل. نعم، ان هذا من اسباب العجب والغرور. طيب شو يعني؟ فاذا به يقصر في العمل ويقصر. فانك انت تشوف مثلا زي حالاتي تيجي تقول ايه درس قوي يا شيخ، معناته انا شو راح يسبب لي هذا؟ اني احضر اقل او ما احضرش اكثر. اما بس تصير تقول يا ريت يا شيخ اتعلم مستوى الدرس، اقول لك انا مستعد اذا في طلبة علم نخصهم بدرس مستوى عالي. ها شو سببت لي انت تنك قلت بدنا مستوى اعلى؟ انه انا صرت احضر اكثر. اما بس انا اجي اعطيك درس وتحضيري قليل ومع ذلك تمدحني، فانت ماذا سببت لي؟ ماذا؟ الكسل. بينما لو عكسنا قلت يا شيخ جزاك الله خير على الدرس ونفع الله بك، بس بدنا درس مستوى اعلى، انت جاهز؟ انا جاهز، احنا وعشر اخوة حتى يعني نطبق ما تريد. معناته انا شو راح يسبب لي؟ بدل ما بحضر ساعة راح اصير احضر ايش؟ ساعتين. يعني كان عندي درس اصول فقه قبل كم من يوم، وهذا الدرس بده تحضير كثير مش شوي. فلا اخفيكم الساعة ثنتين في الليل قمت مش عارف انام، عندي ايش؟ درس اصول فقه والتحقت في الوقت المفروض احضره سابقا. فالساعة ثنتين في الليل استيقظت للساعة أربعة وأنا حضر عبين ما أذن وصحينا الأولاد وصلينا وكذا، عودت رجعت على البيت وأكمل تحضير، بعدين تعبت ارتحت قمت أحضر إيه. فإذا بي على الأقل ست ساعات تحضير حتى حضرت درس أصول الفقه. شو السبب؟ شو السبب؟ إنه الدرس مستوى ماله عالي فيحتاج إلى تعب. فلو اجى شخص، لو انا مثلا حضرت ساعتين زمن وجيت اعطي الدرس واحد قال لي ايه درسك قوي، معناته انا شو راح يخليني محضر الست ساعات؟ اذا شفتوا كيف المدح بسبب تراجع الشخص عن ديانته وعن همته. يا اخي ما بدنا مدح، احنا لا نريد مدحكم، هذا المدح منكم يسبب نزول معنويات. متى الشخص قلنا نمدحه؟ نمدحه واحد في حال الموت وهو يقبل على الله وبالتالي يحسن الظن بالله. اثنين، اثنين مدح الزوجة، مدح الزوجة هذا مستمر طول العمر. ثلاث، في حال غيابه، في حال ان هذا الشخص اصيب باليأس، أصيب باليأس وبالتالي هذا اليأس سيسبب له ماذا؟ والعياذ بالله ترك العمل. فعندها نمدحه. فمثلا في بعض الدعاء أراد أن يترك الدعوة إلى الله وهو صاحب علم، والسبب أن التلاميذ هربوا وانشغلوا بهذه الدنيا الفانية، فقال أنا لي عشر سنوات أدرس، ثم بعد ذلك هؤلاء التلاميذ هربوا، فهنا ماذا نتعامل معه؟ نمدحه، نقول له أولا يا أخي لا تنسى أنك تحتسب أجرك عند الله سواء استجابوا أو لم يستجيبوا. اثنين، أنك لست أفضل من الأنبياء الذي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط ومعه الواحد والاثنين وما ليس معه احد. ثلاث، لا تستعجل النتيجة، فربما يبدلك الله عز وجل خيرا منهم فيأتيك تلاميذ ينقلوا علمك.
إذا هذا المدح شو سببه؟ ما هو سببه؟ أنه قد أحاط به اليأس، واليأس إخواني في الله هو الكفر. إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الفاسقون للكافرون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا المجرمون ولا الفاسقون، الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله. هذا عندما، لكن حتى إذا استيأس الرسل، طب كيف؟ شو معنى استيأس الرسل هون؟ من الناس. فالتعامل هناك يأس من الناس، وليس يأسا من رحمة الله. يأس من رحمة الله كفر، أما يأس من الناس أنهم لن يستجيبوا. لا تستعجل، عمر بن الخطاب ماذا قيل فيه؟ لو آمن حمار عمر لآمن عمر، لو أسلم حمار عمر لأسلم عمر. وبعد ذلك انظر ماذا صار. وذكرنا لكم أيضا قصة أبي جعفر الطحاوي مع شيخه وأستاذه وخاله المزني، عندما ذهب وتتلمذ عليه في الفقه الشافعي، فرآه لا يستوعب، فقال: يا ابن أختي تحول عندي، والله لا تفلح أبدا. يعني مش مجالك الفقه والتخصصات، يعني ابحث لك عن علم آخر. أو فانتقل إلى مذهب الحنفي فأصبح إماما. فمات خاله أبو إبراهيم، فكان يقول عندما كبر الطحاوي وأصبح إماما ويسأل عن المسائل الدقيقة التي يعجز عنها العلماء ويجيب، كان يقول: رحم الله خالي أبي إبراهيم، لو رآني لكفر عن يمينه. إذن لا تيأس، لا تيأس أيها الداعية. وحقيقة إخواني في الله، فشل الدعاء مصيبة عظيمة جدا على أمة الإسلام. ما هو السبب؟ فشل الدعاء ويأس الدعاء وانتكاسة الدعاء من أكبر المصائب على أمة الإسلام. ما هو السبب؟ أكبر سبب، أسباب كثيرة لكن أكبر سبب ما هو؟ أيوة عبد الرحمن، غيره، انتشار الجهل، انتشار الجهل، عدم رؤية ثمار الدعوة. أنت بتتكلم عن الأسباب بعدين، مش مركز اليوم، عاد بقى كويس وضعك من الأسبوع. لم هناك أحد يأمر بالمعروف عنه. نعم، يأس الدعاء وسقوط الدعاء وفشل الدعاء يعني فشل الأمة. الداعية يدعو مئات ألوف عشرات، فإذا فشل وسقط أسقط معه ماذا؟ الكثير. فلذا تركيز الشيطان على مين؟ على الدعاء. ولذا ابن القيم يذكر قصة، وإن كانت القصة لكن معناها مقبول. قال: اجتمعت الشياطين إلى إبليس وقالوا: يا إبليس، ما بالك تشغل نفسك كثيرا بإغواء فلان، بينما لا تحرص على إغواء الآخر وهو أكثر منه عبادة. فقال: انطلقوا بنا. يعني تلاميذ صغار، شياطين صغار يأخذوا دورات، يعني عند مين؟ عند إبليس. فذهب إلى الثاني الذي هو أكثر عبادة، فتشكلوا بشكل إنس، فقالوا: عندنا سؤال. قال: ما سؤالك؟ قال: هل يستطيع الله أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: في بيضة؟ الكون في بيضة؟ كيف يكون؟ قالوا له: خلاص كفاية كده، ما الناس عايزين حاجة. فخرجوا من عنده، فذهبوا إلى الثاني فوجدوه يدرس الناس ويتكلم بالعلم، فجلسوا في مجلسه. يعني أحيانا مجالس المشايخ في شياطين قاعدين، دير بالك. فجلسوا في مجلسه، فعندما درس وعلم وفهم قال: هل من سؤال؟ فقالوا: نعم. قال: تفضل. قال: هل يستطيع الله أن يجعل الكون في بيضة؟ قال: نعم، وهو على كل شيء قدير. قال: كيف؟
قال بقوله كن فيكون. فانتكس الشيطان وخسر الشياطين الصغار وخرجوا من المجلس منكوسين. فقال لهم إبليس: أرأيتم أما الأول فقد كفر، اللي دائما عبادي عبادي، ما طولش معايا العيش، أنا مش متفرغ له ليه؟ لأنه في غلو وعديش كفرته. أما الثاني إذا نجا نجا بعلمه الكثير. فلازم أخرب مين؟ العلماء. فبالتالي يا جماعة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. تنو الشيطان يشغل طالب العلم يصير من الفرش إلى الورشة، بيعتبر أفضل ما وقع واحد في الزنا، لأنه هذا طالب علم كان يقرأ ويدعو إلى الله ويعلم الناس، فإذا به الآن ما بيرتكب معاصي صح، لكن بنزل على شغله الساعة 8 وبرجع الساعة 6، بطل يفتح كتاب، وإذا فتح بفتح 10 دقائق يقول له إيش نعسان، إذا طمم الساعة هذا بكون. فهذا فرح به الشيطان أكثر من فرحه بماذا؟ بمن أوقع شخصا بالزنا. لما؟ لأنه عطل داعية، عطل داعية، هذا بإذن الله ينجو بعلمه الكثير. أما هذاك فاسق ولا مطيع واحد، أما هذا تحت أيدي إيه مئات. كم من شخص قابلته كان يدرس ويعلم الصغار ويحفظهم القرآن وتوقف، سبب الشيطان أشغله. كم من شخص كان يخرج يا جماعة على السنة في سبيل الله، مش نمط جماعة التبليغ، على السنة، كانوا 3 4 يعدون سيارة فيخرجون إلى القرى وما شابه، وهي نزهة، وفي نفس الوقت يعطوا درسا، هذا بعطي درس يكون 4 5 مساجد، هذا بروح على المسجد هذا، هذا بروح على المسجد هذا، على القرى، والناس انتفعت فيهم. هو مش رايح يعلمهم أصول فقه، حتى تقول لي يا شيخ متخصصين، هو رايح يعلمهم صفة الوضوء، صفة الصلاة، يحكي لهم عن التوحيد، أقسام التوحيد، عن الأصول الثلاثة، شروط لا إله إلا الله، أشياء أساسية، يحذرهم من الشركيات، من الخرافات. شو ماله هذا؟ توقف. أعرف كذا شخص كان يفعل هذا وإيش توقف. شو السبب؟ تفشيل الدعاء، إيقاف الدعاء، إبطال الدعاء. شغل مين هذا؟ شغل الشيطان، إبليس. شو أنت وين رايح؟ والله بدنا نشغل هالسيارة، نحط بنزين ونطلع ندعو إلى الله. وين تدعو إلى الله؟ بدي أروح على قرية ولا على مدينة ولا أعلم وأفهم وأدرس. إيه هذا بده يخلي الناس يدخل الجنة. شو استنى 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 شوي، خلينا نطلع له مشاريع اشغال. شو رايك في شغل يصير عندك بدل ما انت كان راتبك 500 يصير 2000؟ طب شو بترتب عليه؟ انك لا تشغل سيارتك ولا تروح تدعو الى الله. والله اذا هيك حاضر على طول افشل الدعاء. لكن في داعي اخر قال انا وقفت بطلت اشغل سيارتي واطلع، طيب عوضت في عمان؟ عوضت، طيب جزاك الله خير، ما اشغلكش الشيطان. انتبه، هذا شيء مهم. فكثير ممن كانوا يحفظوا الاولاد القرآن شو مالهم؟ وقفوا. ليش؟ اشتغل عليهم مين؟ الشيطان. كثير ممن كان يدرس النساء، كان في دروس للنساء سواء من الرجال او من النساء للنساء، توقفت. كم من شخص كان يعتني بالشباب، شباب المساجد، توقف. شو السبب؟ الشيطان شغال. فإذا يا جماعة نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شغال علينا كلياتنا. إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، سابهم لا، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. يعني إذا أنا ما قدرت
الشيطان بقول لك اذا انا ما قدرت اخليك تعبد غير الله على الاقل ايش بشبك بينكو، يعني انا ما بطلع ايدي ايش فاضيات، هيك في التعبير العامي عشان تفهمها، يعني زي الحرامي اللي بدخل على الدار ليسرق ذهب ونقد، بتفاجأ لا يوجد لا ذهب ولا نقد او مندلش، بقول لك اطلع فاضي اليدين على الاقل بسرقني ايش خلوي جرد غال اي ايش، المهم ايش بطلعش فاضي الايدين. وكذلك الشيطان مع الدعاء، ما بسيبك في حالك، على الاقل بدي امنعك من التدريس ما قدرتش، بدي اخليك تخفف تدريس ما قدرتش، بدي اخلي دروسك ما فيها علم، كله شغل. نسأل الله ان يحفظنا واياكم يا جماعة. وبالتالي كلنا بحاجة ان نتكاتف ونتماسك ونتكامل، وليس لها من دون الله كاشفة. استعنا بالله ونسأل الله ان يعيننا واياكم على كل ما فيه خير. طيب نسمع الان الحديث الناهي عن المدح، وقلنا فحثوا في وجوه التراب، نسمعه الان كما مر. ابي بكرة رضي الله عنه ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فاثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبه يقوله مرارا، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. إذن ولا يزكي على الله أحدا. طب شو دورك أنت يلي بتمدح؟ شو تساوي؟ تنبسط على المدح؟ لا، إذا بتستطيع تطبق هاي السنة فجزاك الله خيرا. شوي تترعب تمدح فيها؟ تعال تعال تعال، هذا شو هذا، وين هاي السنة؟ مش الايام هاي. والله اذا واحد حطيت في وجهه تراب انا مدحتك، اذا انت نصاب اصلا، اذا ما هسه بقيت يحكي عني شيخ الاسلام، شيخ الاسلام بحكي عنك تحط على وجهه تراب ماين هيك، انا عاد بنافق لك قاعد وبحاول انافق، ترمي في تحثو في وجه التراب يا زلمه، فعلا انك اصلا نصاب انت، استغفر الله العظيم. على طول تنقلب الموازين، تنقلب الموازين. نعم نسمع. وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه ان رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء. اها، في وجه الحصباء، يعني اذا مش تراب على الاقل حجار صغار. ايوه. فقال له عثمان ما شأنه؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هذا الحكم والفعل من المقداد بدل على شيء اخر غير اللي حكيناه فيما يتعلق برمي وحثو التراب، ما هو؟ المداحين ان كانت هذه لهم عادة، هذا اتفقنا عليه، لكن في شيء اخر زائد عما ذكرناه قبل قليل. لا لا لا، في شيء مهم، اذا رأيت المداحين لا يشترط انت الممدوح ان تحثوا في وجه التراب، كل الموجودين شو مالهم يحثوا في وجه التراب، يعني الممدوح بجوز يعني يظل ساكت، فاللي قاعد والله لو سمحت بدي اطبق السنة معك، شو احثوا في وجوه التراب حتى يسكر هذا الباب. وانت تتكلم عن عثمان رضي الله عنه، فامير المؤمنين، والناس اكثر ما تحاول ان تتقرب بالمدح والثناء لمن هو صاحب ولاية وصاحب مكانة وجاه وسلطان، حتى يحققوا من المآرب الدنيوية ما الله به عليم. فاذا تنبه، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب ننتقل الآن إلى موضوع آخر مهم، وهو كان بكثرة كثيرة في زمن
من الأزمنة، لكن الآن أصبح قليلا. لكن الوقت حقيقة أيضا أدركنا، مش عارف ليش أنتم بتظلكم تتأخروا في الجاية، لكن الحمد لله. فنترك مجال للسؤال والجواب. أعطيني إيش عندك أسئلة عبد الرحمن وصلتك؟ شباب اللي الأسئلة اللي بحب يكتبها يحاول يعطيها لعبد الرحمن، لأنه صرت أحطها في أكثر من كتاب، فأشوف حالي يعني ضاعت، فهذا حضرناه مبارح. طيب هاي السؤال الوحيد اللي أجاني، إذا في أسئلة اكتب على الورقة، وهذا أفضل وقت للجواب. نعطي درس وبعد ذلك 10 دقائق فقط، 10 دقائق سؤال وجواب. هنا شيخنا بارك الله فيكم، هل للمراجعة التي وردت في الحديث حد؟ يعني يقصد، احنا اعطينا طبعا درس البخاري وتبين معنا كيف ان نساء الانصار كن يراجعن ازواجهن، بينما نساء اهل مكة قريش لا يراجعن ازواجهن. يعني النساء نوعان، امرأة لا تراجع وامرأة تراجع. هذا ليس عيبا فيها، ها دير بالك، ليس عيبا فيها، وإنما هو حال أهل البلد عندها. فالصحابة رضوان الله عليهم وهم في مكة عندهم زوجاتهم لا يراجعنهم، نامي حاضر، اصحي حاضر، اطبخي حاضر، اكنسي حاضر، اجلي حاضر، اغسلي حاضر، شو مالها هاي؟ لا تراجع بس حاضر. بينما نساء الانصار رضي الله عنهم كان عندها مراجعة. شو المراجعة؟ يعني نقاش. اجلي، طب ممكن نأجل شوي يعني مش مستعجلين، او هتلي بالله مواد تنظيف، او تبلش ايش تناقشك. طيب اغسلي، طيب جيب لي اوتوماتيك ساعدني يا ابن الحلال، هاتلي حضين بدنا اوتوماتيك يعني. فكل شيء في ايش مراجعة مناقشة، هذا لا يعيبها. ها مش تقول لي والله مرتي انا زي هيك، طيب هل فيها تشبه في مين؟ في نساء الانصار. انت من دار ابوها افهم، انت من النوع اللي بيراجع ولا من النوع اللي بيسلم؟ ولا انت نفسك والله ما انت عارف اللي بيراجع من اللي بيسلم؟ فالان انت ما تغضب، شو الحل؟ الحل تصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالان شو الحد المعفي عنه؟ الاخ يسأل، طب شو الحد المعفي عنه؟ الحد المعفي عنه ما كان ضمن اعراف اهل تلك الديار وتلك البلاد، بحيث لا يدخل الحزن والغضب على قلب الزوج. عمر بن الخطاب ما بيعرف حدا يراجعه، هو في مكة نامي حاضر، فعندما أتى المدينة فتأثرت زوجته بمين؟ بنساء الأنصار، فمباشرة تكلم معها راجعته. ايه شو يعني؟ احنا ما عندناش حدا يراجع، نامي طيب شوي بدي ارضع الاولاد وكذا وشو. إيه مثلا يعني هذا ما الناس احنا في مكه الحكي من وين؟ قالت هو انا لحالي، ما هي بنتك بتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا جاي علي انا ولا ايش بالنسبه لام المؤمنين حفصه رضي الله عنها. فالان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا يوجب الطلاق ويوجب العقوق. فبعض النساء شخصيتها شو مالها؟ بسموها شخصية قيادية، بدها تحكم البيت. فالآن احنا منخليها تحكم البيت، بس كيف؟ بنضحك عليها. فكيف بنضحك عليها؟ فبنشعرها انها حاكم البيت، لكن هي محكومة. هذا هو حال اهل البلد هاي، بدكش بناسبكش تناسبش منهم، تاخذش منهم. مش انت بدك واحد جامعية، وخصوصا الجامعيات الواحد يا الله، طبعا ما منعمم، بس على الغالب لسانها شو؟ شبر جيد لي. كل ما بتحكي معها شغله بتقول لك خلينا نتناقش، طبعا المرأة لا تناقش،
عاد انت عاد ايش ها؟ لا خذها معناته من النوع الخدرة، صف سابع تاسع عاشر اول ثانوي هاي طبعا، وتربت على القرآن وعلى الدين من النوع اللي بتقول لك حاضر. طبعا بجوز تكون انيل من الجامعية صح، مش قاعدة، لكن بالجملة بدك تراعي اعراف اهل البلد، فكل بلد الها عرف. في نساء بتراجع وفي نساء ما بتراجع، في نساء بتبقى تقول لاخوها ولابوها انا هذا ما بدي اياه العريس، انا ما بناسبني، هتولي هتولي اناقشه. أوف 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 أوف. شو ما شخصيتها، شخصية قوية. واكبر مشكلة انه البيت الواحد بيكون خوات، واحدة ما بتراجع، واحدة ايش بتراجع، في واحد بتراجع ابوها وامها، مش مخلي حدا اللي مراجعيته. هذا حقوق يعني، لانها تجاوزت ايش الحد، لانها تربيت وين المدارس. ما احنا المدارس احنا عندنا مشكلة في المجتمع، المدرسة بتربي لك اولادك وبناتك، انت بتتعب على تربية الاولاد، طيب بتقول بديش اوديهم على المدارس، طب اشغل اوقاتهم. تشوف زي واحد قال انا ما بدخل اولادي مدرسة، اولاده تركين صلاة الان، حافظين القرآن تركين صلاة، لانه ما اشبع اوقاتهم. اهم شيء في تربية الاولاد وهو ايش؟ اشغال الاوقات، انه ما يكون عنده وقت فراغ، لانه اذا عنده وقت فراغ شو ماله؟ بتفرغ لك انت، انت ابنك تنك تقول والله انا بدي اريحه، انت بس تقول ريحته شو؟ انت دمرته، غلبته، جننته وجننك. فاذا ما هو الحد؟ الحد المعفي عنه في المراجعة وما كان ضمن اعراف تلك الديار. وكثير من الناس يا جماعة مجرد بده يشتري غسالة لازم يأخذ مين؟ مرته معاه. بده يشتري طقم كنبيات بده يأخذ مين؟ زوجته معاه. بده يشتري غرفة نوم بده يأخذ مين؟ زوجته معاه. في ناس لا، ما بلاقي المرأة إلا عندها إيش؟ الغسالة، إلا عندها إيش؟ الثلاجة، إلا عندها غرفة النوم. ليش؟ لأن النساء يقسمن إلى قسمين، قسم شو ماله؟ شو مالها؟ تراجع، وقسم إيه؟ ما بتراجع. يعني رحمة الله على أمي، والله عمري ما شفت راجعت أبوي. شو يا وردة؟ بدي غسالة عايش. إلا هو جايب لها غسالة بعد أبصر قديش. بس شافت الغسالة لا أخذها على الأجهزة الكهربائية ولا الغسالة عندها، فرحت بها. شو يا وردة؟ بدي مثلا مكنسة، إلا هالمكنسة جاية عندها، مش يأخذها على، اختار يا وردة المكانس اللي بدك إياه. هذا هيك كلام، أنت احنا بنقول لك أعراف، هذا مش حرام، أنا ما أقول إنه هذا حرام وليس عيبا ها. فبعض الناس الآن إذا بده يشتري أي شيء للبيت لابد إيش؟ أن يستشير زوجته. رجلي على رجلك. وبعض الناس حتى لو بده يشتري قطعة أرض لابد أنه يشاور مين؟ زوجته. بده يبني لابد أنه يشاور إيه؟ زوجته. هذا عيب؟ ليس عيبا ها، ما نقولش حرام ولا عيب، لكن بدك تراعي إيش؟ الأعراف. أنت إيش بدك؟ أي نوع؟ قيادي ولا مسلم؟ بدك تراجعك ولا تسلم لك؟ ايش اللي بدك اياه؟ كيف بدك تعرف؟ كيف بدك تعرف هذا الاشي؟ بناء على حال اهلها. تعال اقعد مع عمك، كيف والله بنتك من النوع اللي بتراجع؟ بتراجع وبتكمل كلها مراجعة كمان لبطنها كمان. ها بمشي معك؟ اه والله بدي انا هيك واحد زي هيك، انا بدي واحد زي هيك. انت شو؟ لا والله انا بدي نامي تنام، اصحي اصحى. عندنا بس خمس ابتدائية قدراتها يعني على البركة بيسموها، ممتاز على البركة هي الموجود، بس بجوز بكرة تتفاجئ بتعرفش تربي ولادك. اه بتقول حطيتهم في المدرسة، بتيجي بقى بقولوا لها ستة ضرب ربع،
شو ربع؟ أنا 6 ضرب 5 مش عارف، 6 ضرب ربع؟ ما هو هاي إيجابيات هون سلبيات، شو اللي بدك إياه؟ إذا الناس فهمت هاي القاعدة نص المشاكل شو مالها؟ بإذن الله بتروح. راعي أعراف أهل البلد. على كل حال طولنا في جواب السؤال وخلصت 10 دقائق، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.